هاد المبادرة جات من طرف واحد الجروب انستغرام لواحد البنت اللي جمعت بنات من جميع المدن تقريبا، وهي تعاوننا على هاد الشيء. درنا هاد الشيء باش نرجعوا نحيوا التراث المغربي القديم اللي تنسى، وبغينا نوصلوا للعالمية. وفي الخرجة ديالنا الأولى مع إيلي روت الكاتب والمخرج الأمريكي إيلي روت، عجبوا اللباس ديالنا وقام بالإحياء ديالو، ووصل للعالمية حتى الناس في دبي ولات كتلبسوا، ولا دابا عاطي واحد اللمسة، لأن الناس ولاو كيلبسوه بزاف. وكنتمنى بأنه يرجع ويولي منتشر ويولي كاع النساء المغرب يلبسوه. كاين اللي كيسبنا شي حاجه اللي مخله بالحياء، كاين اللي كيقول بينا غنتشهروا، كاين اللي كيقول هذا الشيء داروه باش غير يدنسوا لهذا اللباس، ولا هذا الشيء شدوا غا باللعب، لا هذا الشيء داروه غا بالضحك. ما كناش مصرين ما غاديش نخرجوا للمره الثانيه، وغادي نخرجوا لكيليز، البلاصه اللي كاين فيها غا الحوايج اللي على مود، الحوايج اللي كاين القصير، كاين ماش تلقى بحال هذا الشيء في كيليز كدور فيه وتلقى بحال هذا الشيء. كيدعموا المغرب، لان الزيت التقليدي تقاضى، ما بقاش قليل، يعني ما بقاش كيبان. كنتمنوا انهم يعاودوا يبينوا بحال هذا الشيء اللي في التلفازه، افلام مسلسلات. حنا ماشي كنقول لهم انهم يتخلوا على اللباس نتاعهم، وانما هذا اللباس ما يبقاش من الظواهر زعما اللي كيعتبروها خايبه واللي كانت قديمه. يعني يمكن لاي امراه ولا اي بنت تخرج بها، تحد ما يعاتبها، تحد ما يقول لها لا هذا الشيء قديم، لا هذا الشيء ما جاش معاك. اون كونسيرنو انا كيما شفت البنت لابسه لباس تقليدي ولا ماشي لباس، الانسان هو التربيه من الاول، لكن الانسان مربي راه يحترم اي بنت كيما بغات تكون. بالنسبه للباس التقليدي تبقى حريه شخصيه لكل واحد، وزعما كنحترم انا اللباس هذا لانه ديال جدودنا وجدود جدودنا، وراه خاص العقليه ديال البنادم اللي تبدل، ماشي 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 البنت هي اللي خاصها تبدل على قبل انسان واحد اخر. مزيان نرضوا اللباس التقليدي، ما كاينش مشكل، ممكن نلبسو، الا رضوا نقدر نلبسو صافي. بصح الزيت التقليدي المغربي الاصيل ما كاينش بحاله، ما كاينش بحال النقاب، ما كاينش بحال الجلابه والسادل وشي حوايج اللي زوينين بحال هكذا. راه حريه شخصيه كل واش نو كيلبس. بصح حتى حنا حاليا كنلبسوا العرا وكنلبسوا بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي كاين بزاف دابا، اللي كنهضروا عليه واللي شفناه دابا هاد النهار مع هاد الناس، هو اللباس التقليدي كيكون زوين، كيكون عنده واحد لو شارم، تطواج، بزاف ديال الحوايج كيكونوا زوينين.